نرحب بحضراتكم مرة تانية ونروح نكمل أخبارنا. نروح للخبر ده بقى وعن نجاح المغربية بشرى حجيج في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة اللي تمت أونلاين وأعلنت نتيجتها وأعلنت نتيجتها من ساعات. خليني أقول لحضراتكم الملاحظ هنا فيها أن التصويت تم أونلاين وفقا لظروف طبعا جائحة فيروس كورونا اللي كلنا يعني خلاص تقريبا تعبنا منه. وأقيم أمس اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بقى الموقف المالي والحساب الختامي قبل إجراء الانتخابات. عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي السابق منذ عام 2001 نقدر نقول أنه حقق كمان العديد من الإنجازات عبر مسيرته في رئاسة الاتحاد الإفريقي وأيضا على مستوى الكرة الطائرة الشاطئية ومهرجانات الناشئين في العديد من الدول الإفريقية، بالإضافة طبعا لنجاح العديد من تنظيم البطولات الإفريقية للأندية. فعايزين نقول طبعا ألف مبروك لبشرى حجيج.